اهلا وسهلا جميعا، معكم اسراء الهمل من قناة ديزاينر اسراء، وهذا الفيديو بيكون شوي مختلف عن العادة لاني ابغى اتكلم معكم عن طريقة بحثي واختياري لخطوط الطيران. هذه السنة تمكنت اني انا اروح ازور 5 اماكن جديدة ما رحتها من قبل. اول شيء رحت رومانيا، بعدين اليونان، بعدين مالطا، وفي الصيف رحت البرتغال وايطاليا. ناس كثيرة سألتني كيف قدرتي تروحي لكل هذه الاماكن في فترة قصيرة من الزمن وبميزانية محدودة، وجوابي دائما هو البحث والتخطيط. من ضمن المواقع والتطبيقات اللي استخدمها علشان ابحث واخطط رحلاتي هي سكاي سكانر، وهو اكثر اب استخدمه اغلب الوقت. في اليوم هذا الفيديو كامل عن طريقة بحثي سكاي سكانر. راح تلقون تطبيق سكاي سكانر موجود يا في الاب ستور او في الجوجل بلاي على حسب الجوال اللي تستخدمونه، موجود في الاثنين وموجود بالعربي. بعد ما تنزلون التطبيق تقدرون تدخلون الملف الشخصي وتروحون الاعدادات وتغيرون اللغة والعملة ومكان السفر. من الاشياء اللي احبها في سكاي سكانر ان في اكثر من ميزة تمكنني من البحث. اول ميزة هي ميزة الاختيار والبحث بكل مكان، وثاني ميزة هي الاختيار المتعدد ان اقدر اختار اكثر من دولة او من مدينة، وثالث شيء اختيار البحث للويكند، يعني خصوصا بس ان انا ابحث في خلال الويكند، ورابع شيء تنبيه باسعار السفر. خلوني أبدي معاكم في ميزة الاستكشاف والبحث في كل مكان لأنها ميزة المفضلة. هذه الميزة اللي خلتني أروح للدول الجديدة اللي رحتها، لأنها حتى ما كانت تخطر على بالي ورحتها anyway لأن لقيت أسعار جدا مناسبة. الشيء الحلو في ميزة الاكتشاف إن أحيانا يكون عندكم فترة محدودة تبغون تسافرون فيها ومو عارفين وين تروحون بالضبط، فأحسن شيء تقدرون تحطون أي مكان ويطلع أي مكان في العالم. مثلا لما انا كنت ابحث في الصيف، الشيء الوحيد اللي كنت ابغاه انه يكون الجو معتدل ويكون الاكل جدا لذيذ. من ضمن الاختيارات طلعت لي اسطنبول وكان سعرها جدا ممتاز، فقررت ليش لا خليني اروح. الميزة الثانية اللي احبها في سكاي سكانر هو انكم تقدرون تختارون اكثر من مدينة او دولة، وهذا الشيء جدا ممتاز خاصة للرحلات الطويلة. بدل ما تاخذون رحلة من جدة الى لندن دايركت مثلا، تقدرون توقفون في اسطنبول تريحون تاخذون كم يوم وبعدين تنتقلون الى لندن. وفي شيء ثاني احبه في هذه الميزة ان خاصة لما تكون السفرة طويلة والواحد يبغى يزور اكثر من مكان، فمثلا تقدرون تبدون من لندن تروحون بالقطار الى مانشستر، ومن بعد مانشستر ترجعون بالطيارة الى جدة، بدل ما الواحد يلف ويدور ويرجع للاماكن اللي اوريدي راحها. الميزة الثالثة اللي احبها في سكاي سكانر هي السفر في الويكند. انا ما ادري عنكم بس عن نفسي الاسبوع اللي ينزل فيه الراتب احس انه خلاص احتاج شوي نقاهة واني اسافر مكان، يعني مو شرط هذا الويكند، ممكن الويكند اللي وراها. وهذا التطبيق سكاي سكانر يعطينا الاختيارات الموجودة وبالاسعار الموجودة. مثلا اذا انا كنت في الدمام وحابة اروح الى صلالة او مسقط او دبي اقدر اشوف كل الاختيارات. طبعا اذا انتم في جدة تقدرون تروحون مصر لانها اقرب. الميزة الاخيرة اللي حابة اقول لكم عليها اليوم هي ميزة التنبيه بالاسعار. مثلا اذا انتم حاطين مسار رحلة معينة وتبغون تروحون بس السعر مو مناسب، بامكانكم ان تحطون تنبيه، وللتنبيه تقدرون تسجلون يا بالايميل او بالفيسبوك، فيوصلكم الايميل ويقولكم اوه ترى الرحلة رخصت، تقدرون تشترونها على طول. شكرا جزيلا لمتابعتكم للفيديو، ان شاء الله استفدتوا منه. اعطوني رايكم اي واحدة من الميزات حبيتوها اكثر، ولا تنسوا تسوون لايك اذا عجبكم الفيديو وسبسكرايب في القناة علشان توصلكم اخر الفيديوهات الجديدة. باي.